لتشجيع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أول طلب عروض مشاريع لتشجيع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. هذا ورش استراتيجي بالنسبة للوزارة وبالنسبة للحكومة. الحمد لله اليوم واحد العدد ديال الدعم في البحث العلمي تتم بعدما كانت عندنا المناسبة باش طلقنا واحد طلب العروض في العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم أيضا مشاريع البحث في ميدان تتمين النباتات العطرية والطبية. ها نحن اليوم نعطي انطلاقة ودعم مهم تقريبا واحد الغلاف المالي ديال 50 مليون ديال الدرهم بمعية وزارة الصناعة في هذا المجال ديال الذكاء الاصطناعي. غلاف مالي بقيمة 50 مليون درهم سيتم استثماره من أجل تعزيز البحث في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج يشكل فرصة لبلورة استراتيجيات تمكن من تحديد سبل الرفع من الذكاء الاصطناعي لبناء مغرب الغد الذي يثمن الرأسمال البشري ومنح آفاق أفضل للمساهمة في التنمية الاقتصادية. نطلق اليوم طلب عروض للمشاريع بميزانية تقدر ب 50 مليون درهم من أجل الدفع بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وكما تعلمون يتعلق الأمر بمجال هام يهم جميع القطاعات، وفي غضون 25 أو 30 سنة المقبلة ستكون للرقمنة مكانة هامة في حياة كل واحد منا. طلب العروض يهدف إلى تحديد وانتقاء مشاريع بحث في مجال الذكاء الاصطناعي تكون هامة ودقيقة وقابلة للإنجاز ولها أثر سوسيو-اقتصادي حقيقي بهدف تمويلها. موضوعات البحث تهم الميادين ذات الأولوية، ومنها التربية والمقاربات البيداغوجية والصحة والمالية والأبناك والتأمين والطاقة والماء والبيئة والصناعة والنقل واللوجستيك والاتصالات وشبكاتها والمعالجة الأوتوماتيكية للغات الطبيعية والمدن الذكية. À dépêcher une délégation.